واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة لرفع أسعارها وكذا جرائم بيع السلع منتهية الصلاحية. ونجحت الحملات الأمنية في هذا الإطار في تحقيق نتائج إيجابية نستعرضها في التقرير التالي. تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها لمافيا حجب السلع عن التداول بالأسواق في محاولة لرفع أسعارها عن المعلن والمتداول. فقد نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع فرعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام في ضبط أكثر من 79 طن سكر ودقيق وأرز ومكرونة وزيت وعدس وفول مجهولة مصدر. قام ثلاثة من مالكي ومسؤولي ثلاثة مخازن للسلع الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية والدقهلية بتخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لرفع أسعارها وتحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ذلك. كما تمكنت الإدارة من ضبط 170 طن دقيق أبيض مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مسؤول مطحن للحبوب بالمنوفية قام بحجبها عن التداول والبيع بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول. ونجحت في ضبط قرابة 35 طن دقيق أبيض لدى ملك مخزن لتجارة السلع الغذائية بالشرقية قام بتخزينها لحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء. وضبط 13 طن ونصف دقيق أبيض معبأ داخل عبوات مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها قام مالك محل لتجارة السلع الغذائية بالدقهلية بحجبها لبيعها بأزيد من أسعارها المتداولة بالأسواق. ومع تواصل الحملات الأمنية للتصدي للمتلاعبين بالأسعار تمكنت الإدارة من ضبط قرابة 122 طن سكر ودقيق وأرز ومكرونة مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن بالقليوبية قام بتخزينها لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول. كما تمكنت من ضبط أكثر من 77 طن سكر ودقيق وأرز ومكرونة مجهولة المصدر تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بحوزة مالك مخزن سلع غذائية بدون ترخيص بالقليوبية بهدف بيعها بالسوق السوداء. ونجحت الإدارة وفي إطار مواصلة حملاتها للتصدي لظاهرة حجب السلع عن التداول بالأسواق في ضبط 100 طن زيت طعام غير معلن عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بحوزة المسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الزيوت بالمنوفية. وتمكنت من ضبط 52 طن ونصف مسلي وزيت ومكرونة مجهولة المصدر قام مالك مخزن سلع غذائية بالقاهرة بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. واستطاعت الإدارة ضبط 70 طن مكرونة بدون مستندات مجهولة المصدر قام مسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بالأقصر بتخزينها لبيعها بأزيد من السعر المتداول بالأسواق. وتستمر تلك النجاحات مع تواصل الحملات لإحكام الرقابة على الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار مع ضمان استمرارية انسيابية السلع وتوافرها بالأسعار الملائمة للمواطنين. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.